أنا الآن في الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن وفاء محمد عرفات الرينة، شفاها الله وعافاها وحفظها. اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفها وأنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا تغادر سقما. اللهم أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف لها إلا أنت يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيها. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية. اللهم لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من تعيد للمريض صحته وعافيته، اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقم أبدا. اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها، أنت ثقتها ورجاؤها. يا كاشف الهم، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، أسألك اللهم أن تشفيها. لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاءك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم آمين. اللهم إنها مسها الضر وأنت أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.